أنا أرفض أن يمثل الإسلام أي فرد مهما كان. أنا فقط الذي يمثل الإسلام واحد عندي بس، من هو؟ محمد صلى الله بس عليه وسلم. ما دون محمد صلى الله عليه وسلم لا يمثل الإسلام، لهم أخطاء فردية لا ألصقها بالإسلام. تقولي لا، أقول لك من الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما مثل الإسلام، أقول لك لا، تقاتلوا مع بعضهم البعض، عندهم أخطاء، هل ألصقها بالإسلام؟ لا ألصقها بالإسلام. من الصحابة من شرب الخمر، هل ألصقها بالإسلام؟ ما ألصقها بالإسلام. من الصحابة من قتل، هل ألصقها بالإسلام؟ ما ألصقها بالإسلام. من الصحابة من زنى، هل ألصقها بالإسلام؟ ما ألصقها بالإسلام. من أين وصل إلينا هذا الدين، هذا القرآن، هذه السنة؟ من أين وصلت إلينا؟ أليست عن طريق الصحابة؟ فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين بلغوا الدين لما تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوه لنا بأمانة. كل حديث تجد فيه صحابي عن فلان، عن أبي هريرة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت، عن جابر، عن معاذ، كل هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا سنته وحفظوا لنا القرآن، بلغوه لنا. ثم من هم الذين نشروا الإسلام بجهادهم ودعوتهم في المشارق والمغارب؟ أليس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم الذين قمعوا المرتدين والمعتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ثبت الله بهم هذا الدين لما أراد أهل الشر استغلال وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا التشكيك بالدين وردة الناس وصرفهم عنه، ثبت الله هذا الدين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أفضلهم وخيرهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يجي واحد من الفسقة والفجرة ويذم الصحابة والله قد رضي عنه، قبح الله أهل السوء والضلال، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى وهي الجنة. فالصحابة لا يلحقهم أحد، لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، ولكن حسبه أن يحبهم وأن يقتدي بهم ولا يتدخل فيما حصل بينهم بسبب الفتنة التي دخلت عليهم من غير اختيارهم، فتنة جرها عليهم الأشرار من غير اختيارهم، فلا يتدخل أحد في شأن الصحابة إلا بالثناء والاستغفار لهم والترحم عليهم والاقتداء بهم ومحبتهم، لأن الله يحبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحبه الله ومن يحبه رسول الله. وخير هذه القرون هو قرن الصحابة رضي الله عنهم، قد مدحهم الله في كتابه ورضي عنهم، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. مهاجرون والأنصار، يجي واحد من الزنادقة والملاحدة اللي يدعون الإسلام ويتهجم على الصحابة يذمهم، والله جل وعلا يقول: أولئك هم الصادقون. هذا مكذب لله عز وجل، هذا مكذب لله. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض من تعرض من البشر للأخطاء، صحابي تابعي ما بعد ذلك يتعرضون للأخطاء. كان الموجه في عصره محمد صلى الله عليه وسلم، هو الممثل الحقيقي للإسلام. عدا ذلك تعرضت لإنسان متدين، له ما له وعليه ما علي، أقول أصبحت عندي ريبة من كل، لا هذا لا يمثل الإسلام. أنت ترينه يمثل الإسلام، لكن الإسلام لا يراه إلا يمثل نفسه. من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق وتوضيحه وحمله للناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه له مجال أنه يتكلم أو يضيف شيء، فهذا يريد الشر بالناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا من ما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأوه، ما تركوا شيئا إلا بلغوه للأمة بأمانة وبينوه للأمة، فهم لم يتركوا شيئا. فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فإنه كذاب مفتري ضال مضل، يشكك الناس في دين الله وفي حملته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخون الصحابة كما هي طريقة أهل البدع، يخونون الصحابة ويتهمونهم من أجل أن يسقطوا الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر من هؤلاء، وأن نعلم قدر الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم. من أين جاءنا هذا القرآن وهذه الأحاديث وهذا الفقه إلا من حملهم وتحملهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوه لنا ورووه لنا كاملا
كل على قدر ما وهبه الله وكل على قدر طاقته، ما تركوا شيئا من دين الله إلا بلغوه كما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موضع الثقة لأن الله اختارهم لصحبة نبيه والحمل عنه والرواية عنه، اختارهم الله لذلك. فيأتي من يتهمهم بالتقصير أو يتهمهم بالنقص، هذا ضال مضل، يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما حضرنا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمعناه، وبيننا وبينه قرون، من الذي بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة رضي الله عنهم، صحابته الأكرمون. فمقام الصحابة في الدين مقام عظيم.